خلونا ندخلوا جماعة. وصلنا له في الحقيقة راه يفيد الكثير من الطلبة والأساتذة، لا سيما أن الجمعية راهي تستقطب عدد كبير من الباحثين. حاليا مثلا رحنا نشرف على عملية تحضير مذكرة نهاية الدراسة الدكتوراه 5، حل 6 ماجستير وماستر، والباقي سي دي ليسونس. احنا حاولنا نقوم بهذا العمل لان الوثائق القديمه والمخططات اللي تدعي لنا لا سيما ان الجمعيه تاسست في 73، راه حنا في 45 سنه قريب في العمر تاعها. اذا درنا هذا العمل هذا باش ان شاء الله يفيد هذا العمل من انجاز الجمعيه، حتى الكتب طبعتها الجمعيه. اذا باقي الاعمال هي كتب قديمه ذات قيمه تاريخيه، المخطوطات عندنا ما يفوق 60 مخطوطه راهي في اقراص مضغوطه، كذلك عندنا وثائق مخطوطه عينات رحنا عارضينها، كذلك العدد يفوق 500 وثيقه، الجرائد القديمه اللي تكلمت على المنطقه، لي فيديو لي صوتيو مع التسجيلات الصوتيه. اذا المشروع في الحقيقه تعبنا باش حققناه. نشكر كل الاعضاء تاع الجمعيه من بينهم اعضاء المكتب اللي كانوا يسهروا. اذا كان بعض المرات الاعمال تبقى حتى 12 تاع الليل باش كنا نقوم بهذا العمل، في الحقيقه حاجه روعه. اذا 6500 وثيقه ما بين مخطوطات، وثائق مخطوطه، لي فيديو اونسيان، لي تسجيلات صوتيه، جرائد قديمه اللي تم ترميمها. وفي الحقيقه نشكر المساعده. واش خاصكم نضرب؟ واش نجم نعملوا؟ طيب هي في الحقيقه الصراحه هذه الدار هذه شراتها الجمعيه في 2005 وتم ترميمها، ولات ضيقه ولات تستقطب العدد الكبير من الاقبال اللي راه النشاطات اللي راهي كاينه في الجمعيه. عندنا مدرسه للموسيقى الاندلسيه، خاصك الماتريال، خاصك حاجه تظن هكذا وراك في لو كور الطربيعه للكافي هذا للباساج، ومن بعد يحبسوا عندك هنا. احنا في اطار المشروع هذا اللي قمنا له حققناه، زياده على الرقم قمنا بتكوين اكثر من 60 شاب كوم جيد توريستيك، وكذلك ليسونسيال هذا سيركوي توريستيك لازم تربوا مليح ديما ان شاء الله. احنا نعاونوا في التربيه، زيد سبع لنا زوج هذا بس في قدومي
Je vais tout ça. Je vais tout dire.